السؤال آخر، ترى في عيون الناس التردد، سؤال من محمد بومدين، ترى في عيون الناس التردد من التغيير لأن الذاكرة المؤلمة ليست ببعيدة عنهم، ذاكرة سنين العشرية السوداء تطل، إلى متى يستمر هذا الخوف والوجل من الفوضى؟ ومن هم في السلطة أن يعكروا أي محاولة لتغيير بوسائل الإرهاب والتخريب؟ هذا الشك يترك الناس مهزومة محتارة في الحل، ما هو الحل؟ طبعا أحيانا قد ربما تكون السؤال ماهوش في بعض الكلمات ناقصة أو كذا، لكن أنا وصلني هكذا، حاول أن أقرأ. المهم السؤال إذا بالنسبة لأخونا محمد بومدين يقول بأن المشكلة أن الناس خايفة أو جزء من الناس خايفين، خاصة العشرية السوداء أن تتكرر، وخايفين من الفوضى لما تحثوا على التغيير، وأيضا يعتقد أن اللي في السلطة لما يجي التغيير أو يحاول هناك تغيير يكون هناك محاولة إلى أنهم يدخلوا للإرهاب والتخريب، والمهم أن الناس محتار. صحيح، هذا سؤال الحقيقة عميق جدا وطويل جدا ومتشعب جدا، حاول أن أختصره في نقاط قصيرة. نعم، للأسف هذا النظام لا يصلح ولا يصلح ولا يمكن إصلاحه ولا يصلح، ثبت الآن، هذا مش راح نتكلم فيه لأنه الناس كلها ترى يوميا، بل بالعكس أنا تجيني كثير الآن الكتابات يقولوا لي خلاص إحنا قضية هذه لا كونستاتاسيون أن هذا النظام فاسد وفاشل وكذا، لم يعد يجادل فيه أحد إلا ربما بعض العملاء نتاعهم اللي موجودين في أماكن معينة، خاصة على الإنترنت، أو بعض المستفيدين اللي يعتقدوا باللي هذا النظام مستفادوا منه وبالتالي يدافعوا عليه. إذا هذا النظام فاسد لا يصلح. هل يمكن إصلاحه؟ لا يمكن إصلاحه، والدليل أنهم وعدوا بالإصلاح عدة مرات وأخلفوا المواعيد، بل بالعكس كلما مرت الأيام ومرت السنين كلما ساء الوضع. وبالتالي هو لا يصلح ولا يمكن إصلاحه ولا هو يقدر يصلح، يعني حتى لو كان جا ناس تريد إصلاحه من برا يعني ترقية، لا يمكن. هذا النظام أو هذه الفوضى، حتى أكون دقيق، هذه العصابات حتى أكون حديثي أدق، لا يمكن إلا رحيلها. إذا أردنا أن تنجو الجزائر وتنجو الجزائر والجزائريين، أن ينجو من حالة الخراب السائدة في البلاد، حالة الدمار السائدة في البلاد، من الكوارث المتعددة في البلاد بكل ما تعني هذه الكلمة، لابد من تغيير هذه العصابات. الآن ثبت أنهم عصابات، اللي كان عنده شك بسيط، كثيرين أيضا كانوا يحسنون فيهم الظن، الآن ثبت للجميع كما قلت، ما عدا جزء من المستفيدين أو جزء من المرتزقة اللي يدفعوا لهم، بعض المستغفلين ربما أحيانا أيضا ينطلي عليهم الحيلة. إذا لابد من التغيير. هناك اللي يعتقد أنه هنا لما جه التغيير تختلف الآراء. إذا الغالبية العظمى من الناس، من العقلاء، حتى من البسطاء، حتى من الناس العاديين، يعتقدون أن التغيير أصبح حتمية ضرورة. أنا قلت الثورات والتغيير والتوجه هو مش موضة وليس رغبة، وإنما هو لما يصبح حتمية ضرورة مطلقة، بدونه تنتهي البلاد، بدونه يستمر الدمار. وأنا شفنا العام الماضي خير من العام هذا، العام اللي قبل الماضي كان أفضل، كل عام اللي يجي بعده أسوأ، وهذا واحد من أكثر الأدلة على أنه أهمية هذا التغيير وضرورته. كل ما تأخرنا فيه كل ما ساء الوضع، كل ما تأخرنا فيه مش فقط يسوء الوضع، كل ما تأخرنا فيه جاء عنيفا، كل ما تأخرنا فيه جاء مدمرا، كل ما لم نكن منظمين لهذا التغيير كل ما جاء عصيبا وصعبا. هذا هو في نظرنا حتمية التغيير، لا نقاش فيها. الآن كيف يتم هذا التغيير في نظرنا، في نظر حركة رشاد، في نظري الخاص، في نظر كثير من العقلاء كثير، أن يتم بالطرق السلمية. الطرق السلمية أن تكون هناك ثورة شعبية سلمية،
بمعنى أنه مهما مارس هذا النظام العنف، نظام هذا عنيف جاء بالعنف، جاء بالدبابة 92، وإذا رجعنا الأصول الحقيقية لهذا النظام يرجع ل 62، جاء أيضا بالدبابة، دبابة جيش الحدود اللي انقلبت على يوسف بن خدام. ثم بومدين انقلب، هو بن بلة على يوسف بن خدام، من بومدين انقلب أيضا بالدبابة على بن بلة. بغض النظر على آرائنا في بومدين، هناك له إيجابيات وبالتأكيد، لكن هناك له سلبيات، وسلبياته أكثر بكثير في اعتقادي. ثم شفنا هذا النظام كيفاش تعامل في منطقة القبيل في 1980، تعامل بالعنف بالدبابة، كيفاش تعامل مع الانتفاضات في بسبب العباس في 81، في الأغواط في 81، في وهران في 82، في قسنطينة في 85، فيما أذكر سطيف في 85 أيضا، قسنطينة يمكن في 86، القصبة في 86، وقد كنت شاهدا على أحداث القصبة في 86 وعشتها يعني من قرب. وأكثر من ذلك كله هو 88. 88 لم يكن هناك لا إسلاميين ولا يعني خرج الجزائريين، خرجوا الشباب. عدد القتلى يتراوح ما بين 500 إلى 1000 حسب المصادر، لكن أقل شيء 500. وعدد الجرحى تجاوز ال 4000، هناك من يرى أكثر بكثير. وعدد الذين عذبوهم في الثكنات وفي المراكز تاع البوليس وفي بالآلاف. ولا زال كثير من الناس يعانوا من تلك الفترة. ولم يكن هناك لا إسلاميين لا غير إسلاميين، لا إرهابيين لم يحزنون. وهذا أحد الأدلة أيضا لمن يقول بأن في الحقيقة هذا النظام العنف نتاعه جاء رد على الجماعات المسلحة الإسلامية السلحة. طيب و88 رد على من؟ و1980 في منطقة القبيل رد على من؟ الناس خرجت تطالب بأدنى الحقوق. حق في تمثيل الإنسان لغته. مش معقول. حق أدنى. الإنسان في بلده يعترف له بلغته، يعترف له بثقافته. أحد أدنى. وأيضا في التعامل مع الانتفاضات الشعبية الأخرى اللي في الغالب كان فيها قتلى ولكن كان فيها جرحى وكان فيها تعذيب خاصة. نرجع إذا للقضية، هناك تخوف نعم. زيد لما نزيد ونشوف ما يحدث في البلدان اللي حدث فيها ثورات، أيضا الناس تخاف، خاصة البلدان اللي حدث فيها ثورات الإعلام مركز عليها. يعني من جبل تونس الآن، أنا رحت تونس مرتين أو ثلاثة، الواقع ليس كما يوصف الإعلام. يعني لما تشوف الإعلام كيفاش يبرر الأمور هناك وكأن تونس هذه خلاص انتهت، بالعكس الشعب التونسي لأول مرة في 50 سنة من حكم استبدادي بدأ ببورقيبة وقبله 75 سنة من استعمار فرنسي، وحكم استبدادي بدأ ببورقيبة في 56، ثم حكم أصبح مش استبدادي فقط، إجرامي نتاع عصابات مع بن علي، أول مرة يتنفس. نعم هناك خلافات بين الآراء، بين الإسلاميين العلمانيين، الإسلاميين السلفيين، الإسلاميين المعتدلين، الإخوان، العلمانيين المتطرفين، المجرمين، عصابات النظام السابق، كل هذا تتداخل الحريات. والإعلام موجود فيكبر هذه الصورة ويقدمها للناس. وضعنا فيها وضعنا أسوأ بكثير. لكن للأسف هناك تعتيم إعلامي شديد. في مصر نفس الشيء. في مصر الناس عاشت وضع نتاع كان استعمار انجليزي، لو رجعنا فقط لل 120 سنة الأخيرة، استعمار انجليزي ثم حكم ملكية فاسدة ثم حكم عسكري بدأ بانقلاب عبد الناصر استبدادي، لياليه السادات بكل فساده، ثم لياليه الفساد الأعظم والعظيم مع 30 سنة من حكم مبارك. ماذا يخلف هذا ال 120 سنة من هذا الأوضاع؟ بالتأكيد تخلف كوارث مش مسؤولة عليها الناس اللي ثارت أو الناس اللي جاءت تحكم بعد الثورة بالإرادة الشعبية، اللي مسؤول عليها السابق. 120 سنة مسؤول عليها الإنجليز أولا، ثم مسؤول عليها الحكم الملكي اللي كان هناك، ثم الحكم العسكري اللي حكم مصر، ثم حكم مبارك اللي هو عسكري وفساد وإجرام. هذا هو المسؤول في الأصل. وما يمكنش نتصور أن الأوضاع تكون جميلة ووردية بعد 120 سنة من الخراب الكبير، وحتى قبل 120 سنة، حتى قبل الاستعمار الإنجليزي. كيف جاء الاستعمار الإنجليزي لمصر؟ لأن مصر كانت عندها القابلية للاستعمار كما يقول المفكر العظيم مالك بن النبي. وكيف جاء الاستعمار الفرنسي للجزائر؟ لأن كانت عندها القابلية للاستعمار، كان هناك حكم أيضا فاسد. هذه المشكلة، أننا منذ 4 5 قرون خرجنا من دائرة الحضارة، من دائرة فعل الحضارة، خاصة نحن في منطقة ما تسمى المنطقة العربية. الأتراك استمروا لغاية القرن نهاية القرن التاسع عشر تقريبا، يعني
لكن باسم الدولة العثمانية، لكن احنا كان هناك انواع. مرور الدولة العثمانية لم يكن، يعني الفترات الأولى كان ممتاز، لكن الفترات الأخيرة خاصة 100 سنة الأخيرة في الجزائر كان سيء جدا، ال 150 سنة الأخيرة أيضا في مصر كان سيء جدا إلى آخره. فكنا عشنا قرون تحت الاستبداد وعقود، خاصة العقود الأخيرة مش فقط تحت الاستبداد وإنما تحت حكم العصابات. فطبعا الناس، أو لما تحدث ثورات يكون هناك قلاقل، تكون هناك اضطرابات، تكون هناك خلافات، تكون هناك عندك علمانيين متطرفين، عندك شيوعيين، عندك إسلاميين متطرفين، عندك إسلاميين معتدلين، عندك ناس عاديين وطنيين، إعلاميين عاديين، عندك كل هذه الأصناف، عندك تدخلات خارجية، عندك الآثار الاقتصادية، عندك الأموال المنهوبة، عندك الشعب اللي يريد بسرعة، الناس تريد بسرعة تحقيق آمالها. مش سهل. لكن مع ذلك المصريين والتوانسة أحسن من السوريين الآن، والناس لما ترى ما يحدث في سوريا طبعا مخيف، ولما شافت الناس أيضا ما يحدث في ليبيا طبعا مخيف، بل أن الجزائريين شافوا أيضا كما يطرح السؤال التسعينات اللي احنا العالم ما شافهاش. يعني من حظ الليبيين أن العالم شاف جرائم القذافي، من حظ السوريين أن العالم يرى جرائم السفاح بشار ومن معه ومن يدعمها. احنا لا، احنا ذبحنا داخل اسوار مغلقه، داخل اسوار مغلقه، داخل جدران مغلقه، وبدعم غربي كامل خاصه فرنسي. ولا تزال الجزائر لحد اليوم وكانها في كوكب اخر، تحدث فيها انتفاضات، تحدث فيها احتجاجات، تحدث فيها غضب قليل ما تسمع بها الناس. بل ان في الجزائر الناس يقولوا لي والله ما سمعنا، كاين الناس يقول لك ما سمعتش واش حدث في تم راست قبل يومين، وواش حدث في ورقلة قبل يومين او 3 ايام. لا تسمع الناس، تعتيم كامل او شبه تعتيم احيانا، لكن العالم الخارجي لا يكاد يسمع. حتى القنوات اللي سامحين لها بالشغل هناك سامحين لها وفق شروط معينه وظروف معينه. وصل هذا النظام الى قطاع الانترنت مثلا، اليوم راهو اليوم السبت 13 ابريل، اليوم الانتفاضه اللي في ورقله، الوقفه السلميه اللي في ورقله، النظام قاطع الانترنت تقريبا على المنطقه كلها، وامتدت حتى الى مدن مجاوره. وكذلك فعل في الواد قبل ايام، عندما كانت الوقفه المباركه لاحرار واشراف الواد ومن معهم ومن جاء معهم من كل انحاء الجزيره. اذا نعم الوضع صعب، نعم التغيير قد يخيف، لكن بكل تاكيد فاتوره التغيير، ثمن التغيير سيكون مهما كان كبيرا سيكون أقل بكثير من استمرار هذه العصابات. واللي كان عنده شك في هذا فلينظر إلى ما يحدث من نهب الملايير من الدولارات. الآن هم في إطار الصراع بين الأجنحة اضطروا إلى كشف بعضهم، الحمد لله ما حكموهمش وما يسرقوا، حكموهم وهما يتقاسموا. النظام متصادم، هذا ربما نحكي عليه فيما بعد، نظام متصادم الآن فيما بيناتهم، فخرجوا بعض المعلومات، هذه الجريدة تخرج هنا، هذه الجريدة تخرج هنا، خاصة ضد مجموعة بوتفليقة يعني والجرائد أغلبها تابعة للدي ار اس أو تخضع للدي ار اس أكثر، فخرجت أكثر على الشخصيات اللي تابعة بوتفليقة، ثم أن بوتفليقة هو اللي صنع أغلب هذه الوزارة، بالرغم أن الوزارة تابعة للدي ار اس ساكتين عليهم شوية يعني، هذه برك بالمناسبة. إذا فالتغيير نعم هو صعب، هناك تكلفة بكل تأكيد لا ندري. كلما كان الناس الأحرار شرفاء وطنيين مخلصين في كل مكان في الجزائر، كلما انتظموا، كلما رتبوا عملية التغيير، كلما انتبهوا ونظموا أنفسهم، كلما كانت التكلفة صغيرة. يعني تغيير منظم يشارك فيه أغلبية من الناس، وتغيير سلمي، وفرضوا على هذا النظام، هذا ستكون تكاليفه. لو نوصل تكاليف تونس 500 شهيد سيكون ذلك جيدا جدا، أو تكاليف مصر حوالي 1000 شهيد ثورة سيكون ذلك أيضا لا بأس بها، أتمنى لا نتجاوز ذلك. لكن هناك تكليف تغيير، عدم دفع التكلفة وتأخيرها
سيدفعنا أن ندفع التكلفة مرات متعددة. لا قدر الله قد يدفع إلى وضع شبيه بالوضع السوري أو أسوأ. لأن لماذا؟ لأن الجزء اللي هو الآن مطحون طحن واللي منه بعض الناس يروحوا ينتحروا، هذا الجزء بدل يقول لك بدل ما نفكر، احنا نعرفوا كاين ناس تريد تغيير السلاح، يقول لك هذا النظام لا يمكن تغييره سلميا، لا يمكن تغييره لا بالثورة الشعبية ولا بالطريقة السلمية ولا بطريقة التفاوض مع بعض عناصره، لا أبدا، هذا الطريق والحل الوحيد، وهناك منحة السلاح، الحل الوحيد هو حمل السلاح. إذا انضم عدد آخر لهذا الصنف من الناس حول أنه لا حل إلا بتغيير السلاح، لأن الوضع يسوء، الأمور خراب يزيد، بيجي الصيف تنقطع الكهرباء، الماء ما كانش في بعض المدن، في بعض القرى، العمل ما كانش، السكن يتمد للمعارف في الغالب، والأوضاع تسوء، وبلد عنده ملايير الدولارات، يعني أكثر من 230 مليار دولار، هذا المعلن عنه يعني. وين نروح؟ وبعدين يشوفوا الناس أن النهب لم يعد بملايين دولارات، وأصبح في كل مكان وفي كل، حتى وصل إلى ملايير دولار. فيجي من يقول الحل هو سلاح، ما فيش حل، وينضم له عدد من الناس وندخلوا في معارك مسلحة لا قدر الله. نحن نسعى ونجتهد وقدر ما استطعنا، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قدر ما استطعنا أن يأتي هذا التغيير بأقل تكلفة ممكنة وفي أسرع وقت ممكن، وأن لكن لابد أن ينخرط الناس. وسأجيب عن سؤال، لأن في ربما سؤال آخر سألني فيه على ماذا يمكن عمل الناس في الخارج، سأتحدث عن ذلك. المهم يجب أن ينخرط الناس في عمل التغيير حتى يحدث التغيير هادئا قدر ما استطعنا وبأقل التكاليف الممكنة.